السلام عليكم شباب، شلونكم يعني؟ شباب، زوج بانتيز، هذا الفحل مباشر باكستان، هذا سيراد مباشر باكستان الفحل، وهاي بنته، وزوجتي 72 لني، وهذا الفحل جولدن مباشر بحلقاته مال الخليج، وهاي طيرته همين طيور درجة أولى، طيور كلش راقية. شوفوا عندنا شباب ثلاث أزواج، اللي يعني اللي يحب يربي طير نظيف ذي طيور نظيفة كلش راقيات، جولدنات درجة أولى، وهاي تياج 72، وهاي البانتيزات مالات باكستان. شباب ذني ثلاثة أزواج 250,000، تمام عيني؟ اللي يرغب خليه يتواصل وياي، راح أخليكم رقم تليفون. شوفوا فحل صقر ما شاء الله، هذا الفحل بحلقاته وهاي طيرته، يعني 1 2 3 كوك مباشرات، وهاي بنت المباشر ذني إنتاج. اللي يرغب مكان بغداد الدورة، راح أخليكم رقم تليفون. شباب شلونكم؟ شو أخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير، حطونا لايكات تعليقات ترتيبات. طيور جديدة هسه وصلت، هاي الطيور راح احول ذني التياج هناك ونفتح ذني هنا. طبعا همين يعني من جماعة التيادي، هاي الطيور تيادو، طيور حلوة، غوردنات وكمنجرات، بين 1005 حتى هسه نطلعهم. بس قبل كل شيء بس خلي نطير الارافل، ها عيني طير الارافل، صار اطلعهم ثواني. طبعا فتحت اشكال هاي الطيره مال الصيد اللي لزمناها قبل فتره، هسه فتحت اشكالها، ما طيرتها بس فتحت اشكالها، ما طلعتها يعني الطيور. طارت الرافل، طلعني اي بنص طلعني هسه. شوفوا تيشيرت ابيض لابس جديد، يلا بالله عافت الدنيا كلها اللي على التيشيرت. شباب شويه فزعتكم هاي الفتره، شويه المقاطع نزلت، رتبوا لنا بعد من يومكم. شوفوا مطير الرافل ما شاء الله، شلون قطعه، شوفوا 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 يقول لي يلحون علي، حتى قبل كم يوم فاتح بث على تيك توك، كملها 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 كملها، شوفوا الجنحة هنا ما شاء الله. شباب ما اكملها بعد لرا، لان حتى النياشين صار ما صيد من البساوت، وهاي العزوز جاب لنا صاحبنا، لكم اذا لقيت، والله اذا لقيت عرافل على المرام. وطبعا هاي الشغله مستحيله تقريبا، ماكو عرافل، ماكو شباب، لا تحاول بالحب تخدعني، ماكو عرافل يعني قد ما تدور. هاي ابد عرافل نهائيا، ماكو طيور نظيفه وحلوه. قبل كم يوم ولد عارض 76 ارفل تقريبا، 30 صغار والبقية كبار، او بالعكس ما اعرف، يعني الصغار نقول بالخمس ترياش، خابرته بنفس الدقيقة جايين عليه، قلت له بخاف، قال لي لا معي بالطريق الولد وصلوا. فالارفل النظيف، الارفل الابيض الحلو نوادر، صارت دولار، فصعب نحصل ارفل نظيف. اذا حصلنا بيكم خير ودلل، وإذا ما حصلنا فإحنا عندنا ذني تقريبا 35، صارن 40 ويا المشتفات، نزخن واللي يطلع بالعافية يعني نطيره ونخرجه. قلنا سام جوان 20 بي 12 15 بيضة، والله ما أعرف يعني، خلي أحول ذني التيادي هسه. مؤقتا مؤقتا هذا عمي، هذا شلون طير شباب، والله العظيم بس بيعيب واحد، طير اول ايام كله ويا البيوت، فتحتي ويا البيوت زاجل، فسويت له حركه
هاي خطة. يعني مجرد سويت له طيرته وطيرت خمس عراقيات، صعدن العراقيات الخمسة والله صعد وياهن، صار بالأفلاك بالأفلاك صار وياهن. حسس أكمل لكم العيب مالته شنو، بس خلي نصور لكم الحطة هاي. صار بالافلاك شباب، اول ايام قام يطير ناصي وراه، لا والله استوعب الدرس قام يصعد فوق يطير عالي، ذاك المطيار الحلو. بس عيبه يعني مو يحطون الطيور كلها، يبقى واحده شو يسوي، يصير زاجل ويا البيوت رايح جاي، خبلنا صار اكثر من حاله، اكثر من مره عادي، بس شوي اريد اشد عليه بلكي يطلع منه نتيجه. ما شاء الله خلنا نطلع لنا اثنين هم يدشرهم، الثلاثة عندنا شباب. طلع صعدت النياشين البسود اثنين هاتني شوية يدشرهم، وهاي الطيرة الثالثة هم صعدتها بنص، نشوف وين وقفت، ابيها حلقة وردية الوحيدة يعني هم صعدتها، نخلي تدشر وياهم، خلي يشوف عندي شر ذني. صار عندنا ثلاث نياشين حاليا، قبل كم يوم صاحبنا عمار هم صايد فدي بحمر، قلت له ما اريد صراحه والله دز لي اياه، قال لي اخذه خوش طير، قلت له ما اريد. بعدين خالد قال لي اريده امجداني، فتواصلت ويا عمار قال لي والله انطيته، قلت له يلا خير ان شاء الله. هاي عندنا ذني طلع طيره وفحل فضل من رب العالمين، يعني حسب ما متاكد، مو يعني ما نقول متاكد 100%، بس يعني في التاكد 80%. هذا الفحل شوفوه، هذا فحل 100%، وهاي الطيرة من عفتين شوية وحدهن قام نهيجن لازمين هاي، تاري اكو ارافل يحكي لي اخويا يقول ارافل تجم خاليف لازم هاي منهن. راوها كعكلة كعكولة فنجان اراجي اوجهها، شوفوا شلون قافل، بس بايد ريش ما ادري اذا وقف المكتفات البسود احتمال ما ابقيها، لان كثرة النياشين ما حلو، ما حلو كثرة النياشين، ما نحتاجها هواي نياشين، كثرة تصير مو حلوة صراحة. شباب خلوا لنا لايكات ترتيبات، خلي نفتح الطيور جبناها جديدة. هاي شباب هاي هسه تياج، اذا جيت 3 4 5 13 تيدي، بيهن تيدي 10، بيهن تيدي 72 هسه مثلا، هاي شوفوا حلقتها تيدي 72، بيهن تيادي 10 تمام، بيهن خوش طيور والله، بيهن كل خوش طيور، بيهن جون سراب لاني تيادي. خلنا نطلع البقية، لاني في حلة 1005 وما أدراك كمان 1005، هذا فحل واحد، هذا الثاني 1005، لان ان شاء الله نتوقع للخانات شباب. 1005 هذا حديدة، هذا فحل شينا سخي، هذا بحلقاته، هذا قديم فحل والله، فحل هذا الفحل شباب بايع ب 200 الف هاني للولد، يعني اول ما جبت الطيور 200 الف بعت لي تمام. بيهن بنتيزات، هذا مباشر شوف، هذا من مالات باكستان مباشر، هذا الفحلان جايبه بيدي انا مستورده، موجودة طيرته بس طيرته بته. المهم بين جولدنات بين شينات بين خوش طيور والله شباب، خل اطلع البقية نصورها، بس بين بعض الطيور شباب. شوفوا هاي 1005 ذني، هذا 1005، هذا اخوانا اللي فحلين ذني، من ارقى الطيور والله العظيم، ذني بنات اللي ما يضيعن. طبعا هذا يمكن هم مباشرات والله ذني 1005، والله يمكن المباشرات، انا مستورد حسب ما اتذكر والله من المباشرات، بارقام من شباب ارقام من الخليج. عيني شباب هسه ذني بعد ما يبين من فتحه نسويها كلهن، اللي يريد منهن كم زوج نطلع له، والبقيه يعني البقيه ان شاء الله للخانات. نانا تياد ان شاء الله طيور السباق، الحمد لله الامور تمام التمام، نعمه من الله،
وانا من هاي اخر ايام شويه انتبهت لهم شباب، قمت اقلب جناحاتهم، الطير اللي وضعيته تعبانه جنحه انظف لي هي اهلس لي هي اللي اهلسها ما اخليها تنسد بالدم، اذا نسد اسدها بفد شيء اخلي الفتحه مفتوحه، وبعد يعني شويه تعبت وياهن، وهذا شويه تعبني هذا الفحل تعبني والله. دق فيتامينات دق بروتينات، ليش؟ شوفوا هذا الجنح من هنا، شوفوا الريشه الثامنه مالته، انا اراويكم الريشه الثامنه والتاسعه وين واصلات، بعد شويه ويبسن العاشره والثامنه، شوفوا نفس الطول والتاسعه اطول. هذا الجنح الثاني باعوا من هنا، شوفوا سووا بيه النوبه مال الطير، ارقى طير بالسباق، الريشه مضروبه تمام، الريشه مضروبه وينها؟ انا الريشه بس لا واقعه، يمكن واقعه بالله ثواني شباب. هذا الثامنه كانت هالطولها وتطول شويه شويه، هسه واقعه ذابه مطلع جديده، بس جديده همين مو مريحه، جديده هم مو مريحه، ما اعرف هذا يومين وارجع له شوف شنو وضعيته، تطلع هاي الريشه ما تطلع، شغلتها مو زينه والله، هاي حرامات من ارقى الطيور، طير جلد فرخ عندي داخل سباق، ذاك السباق نزل اخر طير، بس شو طلعت لنا شغله صفح ما اعرف شنو الموضوع. شباب عيني اللي يريد من هاي الطيور خليه يتواصل وياي التيادي، التيادي بيهن جولدن بيهن 1005 في حله، بس بيهن كمينجرات بيهن البانتيز هذا المباشر وبته، اسعار حلوه، يتواصل وياي يعني ما ابي احنا كل نبيع لنا كم زوج ومبقي لنا كم زوج للخانات، احنا جايبين للخانات صراحه. شوي ندشرن كم يوم اصعد لك، اصعد هون انت مو محزم وانا حزمتك، اصعد طايق ريشه بريشه شويه. هذا المكتف، ذاك الثاني المكتف طالع بس راسه من هناك، شوفوا اللي ورا خاته ذاك، حياتي الطيره هاي اللي لزمناها، خلي ندشرن كم يوم ونرجع من جديد، نفتح اشكال شويه شويه نطيرن، بس لحد هسه ما زاوج هسه هذا المكتف، يعني هذا اذا ما يزوج يروح. ف جتني فكره اشيله مؤقتا لهذا المكتف، نزوج على اي طيره من هنا رزيه على البصراويه القنديه تمام، ونقص البصراويه وندبن هنا اثنيناتن احسن، حتى نوقف عليها يا ترى ليش يضيع حرامات، هذا مال هيك ما زاوج ما يبقى يصيركم العدله، فلازم نزوجه. تعالوا خلينا نطير الحبريات شويه لان العصر عندي شغل بالخانات، انا عندي كم فحل كم طيرة شوية عادت النظر بيهن من طبقتين، طبقتين مو عن اقتناع، فنطلعهن كم تيك، نطبق من هاي طيور جديدة، نطبق ال 1005 كلها طلعت الخطر، قبك ترابه كلها طارت على ثلاثة يمكن، لأن طارت اثنين هذا ولا يطير الفحل والله خبرني. هاي الهندية شوية همين ما بين مريضة ما بين صاحي، يوم مريضة يوم صاحي، هذا مالتنا هذا مالنا علاقة، شو مالاتنا عرفون ما هلسناهن ما نتفناهن، الجنح مو تمام. شو ما شاء الله.
بارحة تعليق واحد من الشباب يقول لي ذني بالشتاء نص يضيع. والله وارد شباب صراحة وارد. الحاجة هسه الطيور يطلع من عدني هاوشين ويسوون فعاليات لحد هاي اللحظة. يعني ما اعرف شنو موضوع ما ادري. زين انت اذا ما زوج لي هسه فهاي مشكلتك مو مشكلتي. انا خالي لك طواير وخالي لك حلال يدري شو اسوي لك بعد. يعني اذا انت ما زوج شو اسوي لك انا؟ طبعا هسه طبعا يمكن اكو ثلاثة شوية عبرا طارا قبل الطيور يمكن صعدين او يمكن هيك راحن او خبطن بالطيور ما انتبهت عليها. ما انتبهت عليها. هذا واحد من ذاك فوق. وبعد اثنين ما ادري خبطن بالطيور لا والله ما ادري. انا عايفن على البركة. بس حكاية صحيحة شباب. يعني بالشتاء اللي ينقسمن خصوصا اذا شلنا حلت هنا وهاي. يعني اتصور ينقسمن. واحتمال لا والله يتفتن يعني يدورن على اهلهم كم يوم ما يوصلن مثلا. بس وهذا اللي يروح يمد بعد شي رجع. طبعا هواي ما طيرات هاي مات على البيض. ما ادري تكون ثلاثة صعدن بس اتصور نزل دفن ما يطيق. بس واحد ظل فوق. هاي طيارة جلدة مالت. هسه هنا عندنا أربعة ما طائرات وبالحلال فتجوز هاد عشرين ما طائرات. دني جني فوق شوفون. فصل ما بي هنا الطيور. فصلها ربع ساعة بالزايد. سو هذا الجو كله هسه الطير ذا بوجهه ماكو مهتله في الطير. طير هسه ما جاهز. عندنا بقنطيرات ثلاثة الزبيري مالتنا. أربعة بقنطيرات الزبيري وثلاثة. اللي يسأل على الزبيري ذاك الزبيري فوق. ذاك فوق فتح جنحه. هو أصلا طير طيارة. هاي حطت واحدة هاي اثنين ذني ثلاثة حيحطن والزبيري فوق هاي. ما عندنا نقصات. انه ما يضيع عن الصبح يجي يعني بعد الجو. طيور ما بيها فصل. ذني اذا ارادن يسوون فعاليات مو هسه شباب. مو هسه. فعالياتين تتأخر. هذين الثلاثة تشوفوا حطين بقى الزبير وواحد يلا. شوفوا شباب شنو شايت يمنا. هذا هسه على الماي ما ادري من وين اجى. والله اجى وقع يم الطور. طب اجى ما ادري مين والله دا حارش بالارافل. صعدت المكتف الصغير فوق ورده صعد هذا المكتف هم فوق. صعدت الطيرة البيضة هم فوق. خلين شوية يتعلم من فوق يدشرن. فما ادري دا اكشكش بيهن اباو هذا اذا بروحه هنا الا خلصان اروح ازاز ابيض. ازاز ابيض حلقت عراق. شوفوا لقلق ما ادري مين هذا ما ادري. طبعا شباب شوي دا ارتب بالخانات. شلت كم زوج طبقت كم زوج شوية ترتيبات يعني تعديلات. شلت فحل خلي الطيرة يعني شوية دلوز الخانات ارتبها بهاي الطيور الجديدة. وهسه راح احول ذني جدتي هناك كلهن كلها راح احولها بهذا القفص حتى نعرض لكم حتى زوج زوجين السوالف هالمقاطع الجاية اللي يريد منها. انا راح اذبن مؤقتا. اصعد لارفل اصعد اصعد ما خففت اشكالك اصعد. اي بيها من جاي تصعد فوق. هسه خلي يتعلم هنا جوا هنا كم يوم. اشوف هذا الزبير زوج هاي الطير اللي يسأل على الزبير هياته
هذا الزبير والله زاوج هو بس ما مبيضه طير ما اعرف ليش. طلعات انا ذني شوي خلنا نطيرها. ان شاء الله الاسبوع الجاي او هي هاي لليومين بعد الاجواء تكسر اذا الله راد. بس الاجواء شوي تكسر تترتب الامور. قافي غير يخلص الصيف شوية شم هواء تنفس ماكو جحر. نلغي هاي الوضعية ما حتى بعد نقوم ارد شوية الجو يكسر حتى نملي بعد من الصوندة مباشرة. عجبكم مقطع الكمرليات صعد سبحان الله. هذا المقطع مال السيارة ما الشغلات الغريبة تلقم بسرعة مجرد اطير بسيارة بدون كارتونة العالم عجب هالمقطع. يعني مقطع عادي يعني حاله حال باقي المقاطع بس العالم تنجذب للشغلة الغريبة. هسه راح اكتب لكم على هذا الزاجل صيد بولندي يموتون على البولنديات. اني بس ارد قلت لكم شويه هاي الطيره وينها هاي الطيره انا شويه هاي الطيره ما تنبذها. ها البيضتين اللي جوا الارفليه ومذي الازرق اللي هي اصلا ذني بيض هذا الفحل المحجل مال الصيد فازدات ذبيتني نزلت بيضتين مال ذني الزوج حتى يرجع عندنا عندنا ثلاث اربع ازواج بيض نسويه بدا يهدنها هده وحده البيض وذني خلاص يفضل. هسه حتى التياده باع الخانات نص مبيضة نص بعدها من بيضة يعني ها منا ومنا. فأما يرادلني شوية لازم بيضة كل نسوية أو حتى لو مو كل نسوية مو مشكلة يعني مو اللي احنا نطلع كل الفرخة سوية إذا تطلع لنا 10 فرخات نخرجها وراك مدة تطلع لنا كم فرخة منخرجها فما أكو مشكلة إن شاء الله. باكر إن شاء الله يعني المقطع الجاي إذا الله راد سهل تجينا هاي الفرخات التيادي بس ما عندي مجال أخرجها. هاي شنو هذا؟ هاي الشعلة السوداء شوية ها قامت تطير تحط على بيوت وتجي. هي تمرضت انصابت يعني بس شوية بدأت تصحصح هسه جاتها طايرة. هاي شيتت بس مطخوخة الطيرة يعني ما تفيدنا بعد ما تفيد بينا ما 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 منها فائدة. فالخاطر اللي راح تجي يعني ولد رايد من عدن راح انطي ياخذ اللي يريده انه 40 فرخة مبقي لنا جزء يعني نبيع منهن حتى لو بقي لي فد 10 اذا بقيت 10 بقيت ما بقيت بعد ما اعرف يعني مو اكيد شغلتهن. يكون صريح وياكم مو اكيد بقيهن ما عندي مجال والله شباب ما عندنا مجال. بعد كم يوم نبدي نفتح ذني ال التيادي الكبار لازم هم نتفرغ لهن فشويه مكان ماكو مجال ماكو هواي امور فمو مال نكثر هسه طيور. انا جايبهن للعالم خوش طيور مرتبة ودرجة اولى فاذا احد يريد خليه يتواصل وياي عليها من ينزل مقطع. وشباب عيني وصلنا نهاية المقطع لا تنسون لايكاتكم ترتيباتكم وان شاء الله نلتقي بمقطع جديد. تحياتي لكم جميعا.